مساء الفل. مبدئيا كده انا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده، بس اتبعت لي تقريبا 134 رساله فاكرهم على الانستجرام: اعمل الفيديو ده، اعمل قول رايك على البرومو بتاع عمرو دياب اغنيتي انا. لا كنت يعني ما كنتش رافض، بس ما كنتش موافق لانه مش اغنيه يعني. واحنا لسه عاملين فيديو لايف عن البوستر وكده، فقلت اعمل الفيديو ده قبل ما احط الغسيل في البلكونه عشان المنظر بس ما يبقاش نيله. الأغنية تقريبا كلمات أيمن ماجد قمر وألحان محمد يحيى، والتوزيع أكيد لعادل حقي. أكتر حاجة حلوة في الأغنية وأكتر حاجة حلوة في الألبوم ده إنه هنرجع لعادل حقي، وممكن يكون في طارق مدكور، ممكن يكون في أسامة الهندي، حسن الشافعي، ممكن يكون في موزعين جداد. أنا ما عنديش للأسف ما عنديش أي معلومة في الموضوع ده، ولكن هنسمع مزيكا حلوة. الالبوم ده يعني ده وعد مش مني ولا من عمرو ما طلعش على حاجه، بس توقع بوعد انه الالبوم ده فيه مزيكا حلوه. الاغنيه بس كلامها حسيته يعني مش عارف، شويه كده في دلع، يعني دلع بالزياده، كلام جديد معرفش الجديد ده يعني تبقى حاجه كويسه ولا حاجه سلبيه. بس بشكل عام عمرو، بصوا شوف انا قلت عن البوستر امبارح، قلت البوستر مش حلو ومش عارف ايه، مجرد ما شفت بس انه في اسمع اول اغنيه من البوم يعني، لا حاجه كده، الحاجه اللي احنا دايما متعودين عليها من اول السوشيال ميديا ما نزلت، يعني من البومات عمرو على السوشيال ميديا، في فرحه عمرو، فرحه بالبومات عمرو دي فرحه مش اي حد يحسها غير لما واحد بيحب عمرو دياب قوي. وزي ما حد من المتابعين الجمال قالوا لي على الفيديو لايف امبارح، البوستر بسطنا بس ما صدمناش، مش صدمه. بوسترات عمرو في اي البوم بتبقى صدمه لينا، صدمه حلوه طبعا. فانا بالنسبه لي الالبوم انا متفائل بيه موسيقيا. كلام والحان معرفش، تامر حسين زي ما هو كاتب اعمل له اكيد شغل. عزيز الشافعي ما اظنش، مش عارف ليه. يعني ده توقع، انا ما اعرفش حاجه خالص، بس حسيت كده انه ما مش عارف، ما فيش عزيز الشافعي. ممكن يكون في اغاني قديمه، ممكن تكون اغاني مثلا كانت موجوده وعمر هيسجلها او هيعملها من اغاني مثلا اتغنت في حفلات. اتمنى مثلا تكون اغنيه زي الفا كرينك نازله، اتمنى ان شاء الله تكون نازله بيانو بس. مش عارف، يمكن يكون الالبوم ده نزل اخر السنه، يبقى كده في البومين واغاني سنجل. يمكن الالبوم ده نازل انه يجيب بقى الاغاني اللي اتغنت في الحفلات وينزلها. لكم ان تتخيلوا انه ممكن تلاقوا عمرو مصطفى في الالبوم لاغنيه قديمه. خلينا نشوف. بشكل عام انا متفائل باذن الله الاغنيه تكون حلوه، باذن الله الالبوم يكون حلو. متفائل جدا بعوده عادل حقي. عادل حقي موزع من الموزعين الكبار قوي، مش عشان صديقي بس ده فعلا ده حقيقي. اتمنى اشوف فهد، مش هشوفه في الالبوم ده، بس اتمنى الرجوع ليه هو وهاني يعقوب، زي ما عمرو رجع لطارق مدكور ونادر حمدي على فكره ممكن يكون في الالبوم. ويبقى كده نتمنى البوم كده اللي هو ايه، مش ده ممكن الجاي عادي يعني، والجاي ده ممكن يكون شهرين، كمان شهرين معرفش. نتمنى الالبوم الجاي بقى حاجه ايه يعني، فهد، هاني يعقوب، طارق مدكور، نادر حمدي، حسن الشافعي، وعادل حقي في التوزيع. انت مش عارف، انت ممكن مش عارف تروح فين بقى يعني، ممكن يكون البوم ملوش حل. بس ده رايي في الاغنيه. اغنيه الجزء اللي نزل حلوه، بس شكل كده التوزيع، شكل كده هنسمع موسيقى اكتر من كلام ولحن، ولو اني شايف الاغنيه يعني صيفيه مش حاجه كلاسيك. بس انا بقول لكم هتسمعوا يانا يا لا، البوم يانا يا لا موسيقيا حاجة محترمة، ده توقع. بس لو انت بتشوفني من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي، لانه في ناس كتير بتتابعني وما بتشتركش في القناة، وده اكبر دليل. لما ناس بتبعت لي كومنتس على اي كومنتس على اي كومنت بحطه البوست لعمرو دياب، يقولوا لي انت ليه ما بتتكلمش على مش عارف ايه. انت لو مشترك في القناة يا بيه، زي ما كتبتها كده يا بيه، هتعرف ان انا بنزل فيديوهات اول باول خصوصا مع عمرو دياب. خلينا نشوف كده يا انا يا لا، واكيد يا الهضبه يا لا.